السلام عليكم مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم على مستوى قناة أنفاس. كنتمنى أن هذه الأيام اللي دازت ديال رمضان وحنا في الأيام الأخيرة ديالنا نكون على خير وبخير في صحة جيدة، وهذا ما نتمناه لأن تكون عندنا الرياضة ترهق، وكذلك الرياضة هي الصلاة، راها عبارة على واحد الحركات رياضية الحمد لله للناس وصلت الأيام ديال التراويح. نتمنى تكونوا على خير وبخير وتساعدكم الرياضة في إتمام، وتكون عندكم واحد اللياقة قوية وتساعدكم باش تكونوا في التراويح أحسن. بالنسبة لهذا السؤال هذا ديال الناس اللي كتسأل على شنو هما المكملات ديال الجسم، كيفاش يخلق نوع التوازن. كنظل الجسم المكونات ديالو واحد النسبة كبيرة من الماء، وهناك ما عندنا واحد المواد أخرى اللي هي كتدخل مستوى الفيتامينات ومستوى ديال البروتينات وديال الدهنيات، وهناك يعني العضلات وعندنا كذلك العظام ديالنا. فبالتالي أنا أفضل اللي عنده يعني واحد الرغبة أنه دائما يبحث على واحد السلسلات اللي كتوعي بالنشاط الرياضي وكيفاش أنه الإنسان يخلقه كامل. ملي كنقولوا كامل هو أنه يكون عنده لياقة بدنية اللي هي كتعتمد على الاحتفاظ على الجهد البدني والإنساني والنفسي، وكذلك يكون عنده واحد النشاط أنه يقدر يدخل في الإنجاز الرياضي وبالتالي يقدر يمارس. في رمضان فإذا شفتوا جميع التظاهرات الرياضية كيمكن أنك كتنقص لها المردودية ديالها من ناحية المنتوج البدني، وهذا كيجعل بأن رمضان الآن طرحت تساؤلات كثيرة ومناظرات علمية كبيرة على النشاط البدني في رمضان. فبالتالي حنا كمسلمين متكيفين، ولكن خصنا نعرفوا شنو نديروا الحميه ديالنا في رمضان، لان كتكون عندنا كما نقولوا شهوات مغربيه متنوعه، الانسان تحت النفس كتغر، ولكن الرياضي دائما عنده مرتبط بواحد الحميه. هذيك الحميه اولا هي المكون الاساسي باش تعطيك واحد الانسان متكامل، ثم كذلك كما قلت لك انا سلسله الجهد البدني يكون يعني متسلسل ويعني محترم بواحد الشده والحجم ديالو التوقيت الزمني ديالو على طيله ايام رمضان، وكذلك يعني الحركات والاختيارات. فكاين الرياضات الاحتكاكيه نتمنوا ان في رمضان الناس تتفاداها لانها هي تؤثر على مستوى اللياقه البدنيه ديال الانسان. الرياضه كاع اللي تعطيك واحد الارهاق ذهني كثير، فالرياضه خلقت من اجل ان الانسان يعيش في واحد السعاده وفي واحد الراحه، وخاصه في شهر الغفران. يعني ما اتمناه من الانسان انه يجتهد اكثر، وحنايا دائما راه الاشاره ديالكم فتلقاو الاسئله يعني ديالكم باش نعرفوا التعليقات ديالكم باش يمكن لنا نجاوبوا عليها. ونتمنى بان هاد الرياضيين هادو انهم يوعوا بهذه المسؤوليه، وخاصه الرياضه عند الفتاه في رمضان تختلف عن الرياضه ديال الرجل، لان الفتاه ملزمه انها تكون حاضره بعض الاحيان. ختاما ايها المشاهدين الكرام والمتتبعين ديال انفاس، نتمنى ان شاء الله يكون عندنا عيد مبروك، يكون واحد العيد سعيد، وهذا العيد هذا نتمنى نكونوا فيه اسعد وفزنا باجرين. الاجر الاول اللي هو ديني اللي هو رمضان، والحمد لله كان فيه واحد صله التآزر والتراحم والمغفره والرحمه وقراءه القران والصلاه، وكذلك يعني عطينا حقنا للجسم، وربي عطانا هذه النعمه ديال رمضان اللي كتخلي الجسم كما نقولوا انه يرجع نفسه وينظف راسه يعني نفسه من الداخل من كل السموم ديال الموسم ديال التغذيه وديال الاكل وديال القلق وديال الاعصاب. فبالتالي كتكون عندنا الاريحيه. كنتمنى بان هذا الشهر هذا يعني نشوفكم على خير وبخير، ونتمنوا انكم يعني تكونوا عند حسن يعني ظن نفسكم وتكونوا راضين على نفسكم في هذا شهر رمضان.